لا مالك يا محمود، ما تاكل، انت قلقان كده ليه؟ اسمعي يا عيشة، اشمعنى انا بالذات اللي نصر بيه طلب يشوفه وهو في الغيبوبة؟ الله اعلم، يمكن كان عاوز يقولك حاجة مهمة يا محمود. ده كل اللي نطق بيه كلمتين: الصالون وملف. صالون، بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى بقى يا محمود، استنى ايه؟ مش الأزمة دي جات له بعد ما كان عندنا بيزورنا؟ هو لحق؟ دي هالة قالت لي. هالة قالت لك انها دخلته الصالون بأمارة ما قلت لها، واللي ما ندهتليش من عند عمك ضية. انت بتقول ايه؟ لا استنى بقى اندهلك هالة وهي تحكي لك اللي حصل بالتفصيل يا هالة. ايوة انا فعلا يوميها دخلته الصالون. وبعدين؟ وبعدين قعدت ورحت افتح الباب. كان شايل في ايده حاجة يا حبيبتي؟ حاجة زي ايه يا بابا؟ يعني ظرف، ملف، دوسيه. بيتهيألي كان معاه شنطة سبسونايت من بتوع الورق. ما طلعش بقى منها اي حاجة، ملفات، دوسيهات. معرفش يا ماما، انا رحت افتح الباب على طول. ودخل الصالون وقعد لوحده؟ يعني على ما رحت انده لحضرتك. ايه وبعدين؟ وبعدين يا ستي خبط على الباب الراجل ده اللي هو بتاع العربية، وقال لي الراجل اللي عندكم عربيته زنقة على عربيتي وخليه ينزل يشيلها. وسبت الراجل واقف على الباب ودخلتي عشان تندهي نصر بيه؟ اه. وبعد كده قام نصر بيه ونزل مع الراجل. نصر بيه كان قايل لي انه هيروح للمحامي وبعدين يعدي عليا. كويس. تعرفش انت بقى اسم المحامي ده ايه ولا عنوانه؟ كنت اتصلت بيه وعرفت هو عمل ايه عنده؟ ما اعرفش لا اسمه ولا عنوانه، انما ها انما ايه؟ انما مدام نصر قال الصالون يبقى قصده الصالون بتاعنا. كويس، يبقى ناقص كلمه الملف. بيتهيألي الملف ده بقى كان جوه الشنطه اللي كانت معاه. اكيد. اه، وممكن كمان يكون طلع الملف من الشنطه وانا بفتح الباب. وجايز حط الملف على الترابيزه في الصالون. لا، كنت انا لقيته. يبقى حد دخل وخد الملف. لا يا محمود، ما حدش بيدخل الصالون الا اذا كان في ضيف. لا، في حد بيدخل الصالون وبيقفل عليه كمان. مين يا حبيبتي؟ هتكون مين غير تلمست المشرحه؟ هبه. ماجده، هبه فين؟ نامت عشان عايزه تصحى بدري تراجع قبل ما تروح الكليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت كنت عايزة مني حاجة؟ ما تقعدي يا عيشة. مش هينفع دلوقتي بقى، بعدين هحكيلك. يلا سلام. وإيه الغريب في كده يعني؟ وإيه لزوم الكلية اللي أنت عاوزاه ده؟ لزومه إنه عاجبني. عاجبك؟ ولزومه إنك جوزي ولازم تجيب لي كل اللي أنا عايزة. سيب الجورنال ده ورد عليا. ارد عليك اقول لك ايه بس يا فافي؟ تقولي حاضر يا حبيبتي. كليه ده ب 140 الف جنيه. في كليات يوصل ثمنها ل 2 3 مليون. اه سلام. امال فاكر ايه؟ الناس بتشتري الذهب والالماس علشان تستمتع بيه، وكل واحد على قده. وان كان عليا بقى انا يا سيدي راضيه بقى ب 140 الف جنيه. بس ده كتير قوي يا فافي. جرالك ايه يا صلاح؟ دول ما يجيش نص تمن عمليه من عمليات القلب المفتوح اللي بتعملها كل يوم والتاني. ايوه يا فافي، بس ما بسش انا عايزه الكلي وانت هتجيبه لي. انت ناقصك مجوهرات؟ ايوه ناقصني يا صلاح، ومش مجوهرات بس اللي ناقصاني، انا ناقصني حاجات كتير قوي وانت اللي لازم تجيبها لي. حاجات كتير ازاي يعني يا فافي؟ زي بناتك. بناتي؟ زي ما بتفرق عليهم باليمين وبالشمال بالالافات. دول بناتي ومن حقهم ان انا ما احرمهمش من اي حاجه. كفايه انهم محرومين من امهم. هما اللي سابوا امهم بمزاجهم ولزقوا فيك علشان فلوسك اللي مغرقهم فيها. دول بناتي ومن حقهم يطمعوا في خيري. دول بناتي حته مني وانا ابوهم. وانا مراتك وشايلك في راسي. خدمه خمس نجوم؟ ما بشوفكش غير خميس وجمعه، وسايبك براحتك تروح وتيجي وتشتغل تعمل اللي انت عايزه. انا ما قلتش حاجه يا فافا، انا مقدر تعبك معايا. يبقى تديني حقي. حقك؟ حقي في كل لحظه بتعيشها بعيد عني. انت مقصر في حقي كزوج وشريك حياه. حاضر يا فافا. هتجيب لي كولي؟
الله يجنن. اللي جنن مين يا فتحي بيه؟ المحروم يا ابراهيم يا اخويا. محروم هي تحب اعرفك عليها وبعد ما نخلص شغلنا بعدين. لا 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 يا ابراهيم. لا لا فتحي بيه احنا مش اتفقنا. لا لسه ما اتفقناش. ما اتفقناش يا لمع بيه قاعد ساكت ليه؟ عايزنا اقول ايه يا ابراهيم باشا؟ قول لرئيسك انك مربط مع قصد الجو عندنا اليومين دول في الهيئه مكهرب شويه. مش حال ما كانش رئيسك رئيس مجلس الاداره وفي ايده كل حاجه كنت قلت ايه؟ الصبر يا ابراهيم باشا، الصبر مفتاح الفرق. اكتر من كده يا لمع. قصد تعيين مدير جديد في الهيئه ده قرار يجي من فوق، ده غير بقى ان عندنا مدير ثاني رزق واخد اجازه سنه بدون مرتب ومش عايز يسيبنا، مش عايز يريحنا من خدمته. ده مين ده راجل؟ اسمه يا سيدي محمود ابو الفضل. بس انا فلوسي كده كلها اتعطلت وحالي واقف يا جماعه. واحده واحده يا ناجي. واحده واحده ايه؟ يعني ناجي هيحط قد اللي انا هحطه في العمليه ديت؟ مفهوم مفهوم يا باشا. اما لما انت فاهم تتحرك وتحرك رئيسك. نتحرك يا باشا نتحرك. احنا لينا بركه الا سعادتك. اديني اسبوع واحد كل المسائل هتبقى في التمام وكلنا ناكل حمام. لسه ما نمتش؟ مش غير نوم. ليه بس يا حبيبي؟ بص يا عيشة، افرضي افرضي يعني افتراضاتنا كلها طلعت غلط. افتراضات ايه؟ مسألة الملف. ليه قلنا الملف ممكن يكون عندنا في البيت؟ كنا بنحاول نحل اللغز ده بس يا محمود. يا حبيبتي ما يمكن يكون عنده هو في البيت. ممكن طبعا. أو يمكن في درج من أدراج مكتبه اللي في الهيئة. لا بقى ده مش ممكن. ليه بقى؟ عشان الراجل الله يرحمه الملف وصالون، وانتوا في الهيئة ما عندكوش صالون. يا حبيبتي كان في مكتب ملحق بمكتبه بيعتبره زي الصالون، بيستقبل فيه كل ضيوفه. بسيطة، روح دور في المكتب ده يمكن تلاقيه. والله فكرة. ايه رأيك بقى، صح ولا غلط؟ ايوه بس هخش مكتب الراجل بحجة ايه؟ اي حجة والسلام، انت هتعقدها ليه؟ يا حبيبتي ده مش مكتبي. خلاص استنى ما نسأل هبة يمكن نلاقي عندها. لا لا حلو جامدة قوي. طب قول واحد تانية كده. لا يا حبيبي انا مش هحكي لك واحدة تانية الا لما تقول لي الاول. انت مالك؟ انا انت طلبتني من بره البيت عشان انزل لك. نزلت واتقابلنا ورحنا سهرنا وتعشينا وبساطنا وزبطتنا لكن اسمح لي، انا شايف في عينيك من اول ما ابتدينا السهره لامح، رغم انك بتهزر وبتضحك لكن في حاجه مضايقاك. اسعد ربنا يخليك، حاسس بيا. طبعا يا علوي حاسس بيك، وعندي استعداد اعمل اي حاجه اي حاجه يا علوي عشان اطلعك من اللي انت متضايق منه ده. المتضايق بس
انا هولع هفرقع. معقول للدرجه دي معاش اللي يخليك تولع وتفرقع ويضيق عليك يا علي؟ هي مضيقه عليا بس. هي مين دي؟ النكديه اللي انا متجوزها. معقول مدام امل؟ اسكت اسكت يا اسعد هموت منها. للدرجه دي يا علوي؟ درجه ايه؟ انا قافل بقي وساكت اهو. لا ده انت لازم تتكلم علوي. انا صاحبك واخوك وحبيبك وحاسس بيك. غلطت يا سيدي امبارح وخدتها معايا الصالون بتاع خيرت سالم الكاتب المعروف. الراجل غلط وسالها سؤال ودي يا اخويا اتفتحت وهاتك كلام عن حبها الشعر المتنبي ابو تمام. وفجاه جدع الكلام والقعده بقت قعده مثقفين وانا زي ما انت فاهم بتاع تجاره ومحاسبه يعني ماليش في الكلام ده. طب ما هي كمان خريجه تجاره يعني هي كمان ملهاش في الكلام ده. انا عارف بقى جابت الكلام ده منين. وقيت قاعد عرقي مرقي كل شويه اصغر لها انها تبطل كلام او تغير الحوار ابدا. يا حبيبي ما هم الحريم كده زو 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 زو. لا وايه غاويين منظر بدينك في الدنيا كده. علوي انت اللي غلطان من الاول. انت كان لازم توقفها عند حدها. وحياتك من هنا ورايح في نظام تاني خالص. طيب انا عايزك تهدى كده وترتاح ويلا بينا. مش طايق اروح دلوقتي. ومين قال انك هتروح دلوقتي؟ امال اروح فين؟ هيا علوي ما قلتليش ايه رايك في اللوكيشن البديع ده؟ على فكره اللوكيشن ده كل زمايلنا الممثلين بعد ما بيخلصوا مسرح بيتجمعوا هنا زي ما انت شايف كده بيقعدوا يتكلموا ويضحكوا ويرجوا ويتعشوا. مكان هايل يا علوي. صراحه انا جوعت. معقول يا علوي؟ اه. ده احنا لسه واكلين يا راجل ومع ذلك وماله ممكن نتعشى تاني. بس بعد اذنك ثانيه واحده في حد شفته هروح اسلم عليه واجي لك. ثانيه واحده يا علوي. مساء الخير يا اساتذه منورين. السلام عليكم. السوسو حبيبه قلبي مساء الخير. اهلا. لا ارجوكي ارجوكي سلمي عليا كويس. ده انا جاي وايدي مش فاضيه. انا جايب لك معايا حته مفاجاه تهبل. مفاجاه زي الدور الاول؟ طيب ياما وعدتني تقدم لي المخرجين. لا سيبك من الادوار والكلام دوت بقى. انت مش كان نفسك من زمان تتعرفي على رجل اعمال تقيل؟ يعني بدل ما نفعتش في التمثيل ادور لي على جوازه. اهو اللي هيتعشى معايا ده من كبار رجال الاعمال. يعني ممكن ينتج لي بنفسه ده لو انا اقنعته بقدراتك على التمثيل. انت اشمعنى؟ انت فاكر نفسك ممثل بجد ولا ايه؟ لا ببساطه لان الراجل ده احنا الاثنين متربيين مع بعض ومن الاخر كده بينفذ كل كلمه بقولها له بالحرف. وايه المطلوب مني بقى يا ابو الفن؟ ولا حاجه اكتر من انك انت تسمعي الكلام. اوكي يلا اعرفك عليه. يلا علوي بيه. اقدم لك الانسه سوسو صديقه عزيزه وممثله هايله. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا ميرسي. علوي بيه طبعا من كبار رجال الاعمال. اهلا اهلا يا علوي بيه. يا اهلا وسهلا. يا ما اسعد كلمني عنك. اسعد كلمك عني انا؟ يوه كل مره اشتغل فيها مع الاستاذ يكلمني عنك. واضح انكم اشتغلتوا مع بعض كتير بقى. طبعا طبعا بس الاعمال لسه ما اتعرضتش على الشاشه. ربنا يسهل والدنيا كلها تتفرج عليكم. تعرف يا علوي بيه؟ اتفضلي. الاستاذ اسعد ده راجل محترم ياما بيتعرض عليه سيناريوهات وافلام ومسلسلات بس هو دايما بيرفض. تعرف ليه؟ ليه؟ لانه صاحب مبدا. هو دايما الفنان الحقيقي كده بيتمسك بمبدأه. كلامك مظبوط يا علوبي. انت لسه شفت حاجه يا سوسو؟ سيدي انا ميرسي على المجامله الرقيقه دي. دي مش مجامله ولا حاجه يا علوبي. ده الاستاذ اسعد ياما كلمني عنك كتير وحكالي. ويا ترى قالك ايه عني بقى؟
قال انك شخصيه نادره وراجل بمعنى الكلمه، كان نفسي اعرفك من زمان. اديك يا ستي اتعرفت عليه ومش هسيبه ابدا. قصدي يعني هو الواحد بيقابل كم شخصيه زي حضرتك في حياته؟ سيدي يا سيدي يا سيدي. لا لا لا، واضح انها شخصيه رقيقه قوي. ميرسي يا علوي بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا علوي؟ معقولة؟ قلقتني عليك قوي. نعم يا اختي. اصلي بصراحة يعني دي أول مرة تتأخر برا البيت. واتأخرت. علقيلي المشنقة بقى. مشنقة؟ مال؟ وأنا عايش في بيت؟ أنا في معتقل. يا سلام يا علوي. يعني كل ده عشان قلقانة عليك ابقى غلطانة؟ يا ست انتي ارحميني الوجه الله، حرام عليك. انا اتخنقت اخرج ادخل انسيني، انا مش موجود. ما هو يعني ما فيهاش، ما فيش انا راجع من الشغل تعبان ولازم انام. هبه نزلت من بدري. ريحت؟ انتوا عايزين ايه من هبه بالظبط؟ بعدين ولينا مجد تروح الشغل. طب ايه الغريب في كده قوي؟ غريب في كده؟ كان بكتبك بعد ايام وانت لسه لا اشتريتي فستان ولا استعديتي. مش لما استعد نفسيا الاول؟ استعد نفسيا؟ كلام ايه ده يا مجد؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا هفكر. فكري؟ طب ما تقعدي ببيتك يا حبيبتي تفكري وتخلصينا. خلصكم من ايه بالظبط؟ مش تفهمني. انت فاكره يا حبيبتي ان اليوم ده يخصك انت لوحدك؟ ايه يا ابي، احنا هنتجوز بالجمله ولا ايه؟ مش في استعدادات يا بنتي اليوم زي ده؟ اظن تحديد مصيري اهم من الاستعدادات دي. طب يا اختي فكري وحددي ونخلص بقى. حاضر حاضر يا عيشش. يلا يا ابي، لو كنت نازل عشان اخدك في سكتي. اهلا اهلا لمعي بي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ محمود. يا صباح الفل، يا صباح الهنا. اتفضل استريح. تسمح لي اعزم نفسي عندك على فنجان قهوه؟ ده انت تنورني يا راجل. اتفضل استريح. شكرا. ها يا بنتي اطلب لنا 2 قهوه ساده. لا زياده لو سمحت. طيب، واحد زياده وواحد ساده. شكرا شكرا. عارف انك راجل ابن حلال؟ عارف طبعا. عارف اصلا انا فعلا ابن حلال مصفي وماشي ببركه دعاء الوالدين. شوف بقى يا ابن الحلال يا مصفي، انا طالب من سعادتك خدمه. يا سلام، انت تؤمر. عايز كام؟ من 100
لمليون. الحقيقة نصر بيه رجب الله يرحمه ماله؟ يعني أصله الحقيقة كان في مرة يعني بيزورني في البيت وتعرف على هبة بنتي الطالبة في كلية الطب، وعجبه كتاب يعني عندها فيه إرشادات طبية وحاجة زي كده، واستلفوا منها عشان يقراه. وبعدين؟ هو الحقيقة هو توفى قبل ما رجع الكتاب، وهي البنت كانت مستلفاه من معيد عندها في الكلية. طب وإيه المطلوب مني؟ لو تكرمت تسمح لي يعني أخش الأوضة بتاعت نصر بيه أدور على كتاب يمكن ألاقيه هناك. هي دي بقى الخدمة اللي انت عايزها يا محمود؟ معلش هلمع بيه، أصل صاحبه طالبه الحقيقة، وانت عارف هبة عمالة تزن عليا. دخولك مكتب نصر بيه مش عايز استئذان، أنا أقول للساعة يفتح لك المكتب على طول. يبقى كتر ألف خيرك والله. إنما قول لي يا محمود يا أخويا، أؤمر، أنت مش كنت قدمت على أجازة بدون مرتب؟ أيوة، وفتح بيه وافقت عليها. أمال يعني لسه حضرتك بتيجي الهيئة وتنورنا؟ أصل بصراحة الأجازة تبدأ من أول الشهر. أول الشهر؟ أيوة، من أول الشهر. فين شيك؟ ايوه فافي. ايه؟ لا ما خدتوش. دوري عليه كويس، ده اللي حامله. بقولك ايه، وبقولي لي وانا ممكن اتصل بالبنك وما خلوش يصرفه. ها باي دلوقتي. يا فندم يا ست، انت دخلتي اوضتي ولا في الحمام؟ لا يا ست، انا حضرت لحضرتك الفطار تحت. امال مين اللي دخل اوضتي؟ محدش يا ست. طب فين شعبان السفراجي؟ راح السوق يجيب الخضار لام ايمن. وفين ام ايمن؟ سايباها في المطبخ. طب فين هوانم الصغيرين؟ الست تهاني نزلت من بدري. طيب فين لارا؟ انا هنا يا فافي. طب روحي انت، روحي انت. اه انتي هنا بتعملي ايه؟ نعم؟ انتي ناسية انا عايشة هنا ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت فاكراكي خرجتي. انا خارجة كمان ساعتين. طيب ما ايه؟ ما لمحتي شيك؟ شيك؟ ايوه شيك، باباكي كان مدهوني. هو بابا يتعامل معاكي بشيكات؟ اه، اصلها مش فلوس البيت يعني. امال فلوس ايه اللي بتاخديها بشيكات يا فافي؟ باباكي كان عاوز يهديني فكتب لي شيك لحامله. ياه، وانتي بقى حامله؟ ايوه، بس شيك ضاع. معقوله؟ ايه اتنشل منك في المواصلات؟ انا مش فايقالك. امال فايقه بس تتهميني انا واختي؟ انا ما اتهمتكوش. امال من امتى كنت بتسالي علينا الشغالين؟ يعني مجرد سؤال. انا عايزه اوضح لك حاجه بقى يا فافي، ان احنا بنات ابونا وده بيتنا، وانت اللي عايشه معانا مش احنا اللي عايشين معاكي. يعني يعني احنا عايشين هنا في بيتنا في ملكنا وعز ابونا. برضو مش فاهمه قصدك ايه. قصدي عيب عليكي يا ست يا مؤدبه يا كامله تتهمي اصحاب المال بسرقه مالهم، والشيك ده مالنا مال ابونا. شوفي انت وديتيه بقى فين. لارا، اظن عيب قوي تكلميني بالشكل ده. العيب عندك يا مدام، ولما يجي بابا انا ليا كلام تاني معاه. وحشتيني. انا؟ امال انا وحشتيني موت من امبارح للنهارده. حرام عليكي، افضل 15 ساعه من اخر مره سبتك فيها. مش عايزه توحشيني؟
سامي اعرف مكان شغل. طب يلا بينا. على فين؟ هقول لك بعدين. اتفضل يا بيه. اي اوامر تانية يا بيه؟ لا متشكر يا سيد. انا في الطرق احتاجتني يا بيه. هاي. أنا آسف يا مجد، كان لازم أقولك على اللي حصل من رئيس التحرير، وخصوصا بعد ما طلب صورة من تحريات المباحث في قضية المخدرات دي وعلاقتها بالراجل اللي كتبت عنه الموضوع. يا سلام، هو ده يعني هيأجل نشر الموضوع؟ ما أنت عارف شعار الشفافية اليومين دول الكل متعلق بيه. خلاص، هحاول النهاردة أعدي على مكتب المباحث في القسم وأجيب صورة من المحضر اللي اتعمل. ضروري يا مجد عشان نلحق ننزل الموضوع، ده هيبقى سابقة صحفي للمجلة. مش قوي كده يا رشاد، زوار الفساد بقت كتيرة لدرجة انها بقت ضرورة من ضروريات الحياة اليومية في بلدنا وفي العالم كله. خلاص الجشع بقى مالي قلوب الناس. يا مجدة يا مجدة، ده قضية فساد مش عادية. يا رشاد تخيل كده لو انت صحيت من النوم الصبح جبت الجرايد والمجلات وقريت فيهم ما لقيتش ولا خبر لجريمة فساد واحدة، رد فعلك هيكون ايه؟ ملف؟ ملف ايه يا بابا؟ دوسيه يا حبيبتي، في اوراق مهمه. مهمه قوي تخص شغل ابوكي. ايوه ماما، بس ايه اللي هيجيبه في ورق يعني وحاجتي؟ انت الوحيده يا حبيبتي اللي بتذاكري في الصالون، تكوني لقيتيه وما خدتيش بالك وشلتيه مع ورقك. لا لا لا، انا ما شفتش حاجه من دي خالص معايا. ده الملف ضاع. ما سمعتيش اللي بتقوله؟ ما شفتوش؟ معلش اهدى بس وكفايه قلق، ان شاء الله هتلاقيه. بقولك ايه، تعالي نروح نزور مدام نصري. ما احنا عزيناها مرتين يا حبيبتي، المره دي مش هنروح نعزي. وما رايحين لها ليه؟ نسالها يمكن عارفه طريق الملف فين. بابا. نعم. حمزه بره عاوزك، وده عايز ايه ساعه الغدا ده؟ الباشمهندس يا عيشه عايز يتكلم معانا كلمتين. خير؟ الحقيقة أنا مش عارف أبدأ منين وإزاي. ابدأ يا ابني من النقطة اللي تريح. يعني اللي شجعني الحقيقة أن أنتوا سبقوا قلتولي أن أنا زي ابنكم. صح يا باشمهندس، أنت زي ابننا تمام. يعني وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده أن أنا يتيم الأم والأب طول عمره مسافر برا مصر، يعني وكان نفسي طول عمري أكون أسرة وبيت، لكن الحقيقة إمكانياتي ما كانتش مساعديني. الحمد لله ربنا أكرمك وخلصت تعليمك وديك بتشتغل. ناقص بقى الأسرة والزوجة، وعشان كده أنا جاي النهاردة عشان أتقدم لخطوبة الأنسة هالة. أنا قلت حاجة غلط؟ لا يا ابني، مفاجأة بس. مفاجأة؟ مفاجأة يا ابني، مش من ناحيتك أنت، من ناحيتي أنا، لأنك اكتشفت فجأة إن بنتي بقت عروسة شابة عندها 17 سنة، يجي لها عريس واطلب بيتها، دي المفاجأة. يعني أفهم من كده إني طلبي مرفوض؟ مين قال كده؟ يعني بعد إذن حضرتك، ده اللي أنا فهمته من كلامك. يا ابني أنا كنت بفكر بصوت عالي. هو بس عمك قصده يعني إن فجأة كده حسينا إن بنتنا كبرت وجالها عريس؟ الحقيقة يا عمي أنا محتاج أسمع رد لطلبي،
يا ابني انت شاب ما ترفضوش اي عيلة، بس يعني اسمح لي ان انا يعني اعمل تحريات عنك واسال عنك كويس. طبعا. بس قبل ما اديك موافقة لازم اسال صاحبة الشقة. عموما ده الكارت بتاعي، حضرتك تقدر تسال براحتك وخد وقتك في التفكير. قبل التفكير يا ابني في كام سؤال بدي اسالهم لك. اتفضل يا عم. انت ايه موقفك من انك كمل تعليمك؟ الحقيقة موضوع التعليم ده قرارها هي. خلاص يا ابني، بقية الأسئلة ملهاش أي لازمة. أنا قلت البند ده مش هينفع كده، لازم تراجعه تاني. حاضر يا فندم. الو، يا محمود ازيك يا حبيبي، وحشتني. انا كمان وحشتك، كنت هتكلمني؟ ده القلوب عند بعضها بقى. ها، عايزني في ايه؟ عايزني اجيلك دلوقتي حالا؟ طب بقولك يا حبيبي، انا هروح اغير هدومي واجي وحبات معاكم كمان. مع السلامه. ما شفتيش صاحبتك دي من بعد ما نزل حمزه من عندنا هنا؟ وشاره 10,000 لون احمر واخضر واصفر. اسم الله عليك، كنت شوفي وشه يا لولا ما فيهوش ولا لون. انتوا خايفين تبقوا جدود ولا ايه؟ ابدا والله يا عمتي، كل الحكايه ان انا مش مصدق ان البنت المفقوصه دي هتبقى زوجه وعندها بيت وعندها عيال. وتؤمر وتنهي فيهم يا سيدي. الله، ايه مش انت كنت كده ولا نسيتي يا عيشه؟ على رايك يا لولا. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. امين يا رب العالمين. عشان كده انا بعتلك عشان اتبارك برايك زي ما انا متعود. انا رايي مش مهم يا محمود، انت ربيت ولادك احسن تربيه وان شاء الله هتلاقي النتيجه اللي تسعدك، المهم راي البنت. ايوه بس انا مش مصدق يعني في سنها ده هتقدر تحكم على الامور. انما ليها راي ويحترم. الحق يا بابا عموديه. ايه يا بنت في ايه؟ ماله؟ حالته وحشه قوي، مفتوح في العياط. انا ماليش اخوات، ماليش اخوات. ليه كده بس يا ضيه؟ ليه؟ ابعد عني، ابعدوا عني كلكم. اهدى يا ضيه، ايه اللي حصل يا حبيبي؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزه لك الخير. اهدى بس يا حبيبي. ابعد عني، ابعدوا كلكم عني. ضيه يا حبيبي، انا زعلتك في ايه بس؟ انت ما زعلتنيش بس. ارحم نفسك، ارحم نفسك يا ضيه، مش كده. اهدى يا ضيه، اهدى يا حبيبي وكلمني كده، كلمني. سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. عمتي خليكي جنبه، انا هنزل اطلب الدكتور. طيب بسرعه بسرعه بسرعه. محمود الحاج، محمود الحاج. حاضر. هنعمل ايه يا محمود؟ هنعمل ايه؟ محمود انا عارف يا عمتي هعمل ايه. يا بابا مش عمو ضيه، شيل معايا. مصنع كابلات كهرباء؟ اللي في طريق اسماعيلية. طب ايه الداعي ان انت تكتبه باسمك؟ مش المصنع ده بس اللي هكتبه باسمك، كل حاجة املكها هتبقى باسمك، سواء كانت هنا او في الولايات المتحدة. اسمح لي، ده تصرف غريب جدا. انا تصرفاتي غريبة يا مجدة؟ طبعا. على العموم انا سبق وقلت لك انت كل حاجة في دنيتي. سامي خليني اعرفك اكتر عشان اقرر ان كنت ادخلك حياتي ولا لا. هو انت لسه ما قررتيش؟ ما خبيش عليك، انا مش بسهوله او بالسرعه دي اقدر اقتنع. تقتنعي بيا انا يا مجدة؟ مش بالظبط، بس ساعات بخاف من كلامك وساعات. ساعات ايه؟ مش عارفه، مش عارفه اقول لك ايه. على العموم انا قدامك اهو، ملكك، اعملي فيا اللي انت عايزاه وانا راضي. بس انا بقى مش راضيه. عني انا؟ عن تصرفاتك معايا النهارده. تصرفاتي انا؟ طبعا. تيجي للشغل، بعدين تاخدني توديني على فيلا الاقيك كاتبها باسمي،
وتوديني كمان الشهر العقاري وتسجلها باسمي، ودلوقتي بتفاجئني ان انت شاري مصنع كابلات كمان باسمي. طب وايه الغريب في كده؟ اي واحده ست في الدنيا تحب ان جوزها يعمل لها حياتها. انت بتقتحمني يا سامي. قصدك ان انا بفرض نفسي عليكي؟ مش بالظبط، بس انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه خالص، بس ارجوك يا ماجدة ادي نفسك فرصه تحبيني. سامي. ماجدة كفايه بقى كده ارجوكي، كفايه تجريح فيا. انا ما صدقت اني لقيتك. سيبي مشاعرك على حريتها، ما تقاوميهاش من فضلك. سامي انا ما تقوليش ولا كلمه دلوقتي. الو خير يا دكتور؟ ما خبيش عليك حالته مش قد كده. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. بس كويس انك انت نقلته تحت في شقتك. الحمد لله على كده. بس لما يفوق خليه يطلع اوضته فوق. وراي حضرتك ايه؟ ممكن نتكلم بره؟ اتفضل. ضغطه عالي جدا، لازم اعلق له محاليل تنزل الضغط ده. والالم اللي بشعر بيه يا دكتور من ايه؟ الهستيريا العصبيه مع الضغط العالي اثروا على اضعف عضو داخلي اللي هو الزايده. يعني لازم تنقل المستشفى؟ والله لو دكتور تاني كان امر بنقله فورا. طب والعمل يا دكتور؟ هو في حاجه حصلت النهارده زعلته؟ لا ابدا ابدا. طب انت عديت عليه النهارده وانت راجع من شغلك؟ للاسف انشغلت عنه شويه. احتمال ظروفه القديمه اللي مر بيها اثرت عليه، يعني افتكر حاجه، حد فكره بحاجه، حد جاب له سيره معينه. بالعكس يا دكتور، انا منبه على كل اللي بيزوروه ان ما يفتحوش مع اي سيره قديمه. عموما احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه غير لما يفوق ويتكلم معايا. ايوه هو يعني ممكن يفوق امتى؟ يعني تلت ساعه نص ساعه، المهم اننا نخرج الجماعه من الاوضه. يلا يلا. بابا. نعم. انا قلبي مش جايبني اسيب عموديه لوحدي. طب يا حبيبي خليك جنبه، لما يفوق اديني خبر، انا بره مع الدكتور. حاضر يا بابا اطمن. اه جيد. استاذ محمود يا ريت تجيب لنا الدواء ده عشان نتفادى دخول المستشفى. حاضر يا فندم. اه لو شفته زمان يا دكتور كان شاب زي الورد، ثقافه وعلم وامل. كان الاول على دفعته في كليه الهندسه، حاد الذكاء، اخلاص شديد في عمله. منها لله اللي كانت السبب، منها لله. كانت بني ادمه بشعه، الكل كان حاسس بخبثها ولقمها الا ضيع، كان بيحبها حب فوق الوصف. اتجوزها ورفع مستواها لكن ما طمرش فيها. اللي مش قادر اتصوره انه فضل يحبها رغم كل اللي عملته فيه. ما هو كان انسان مسالم يا استاذ محمود، وما كانش في نفسه اي ذره غدر عشان يخاف من الاخرين. الحذر ما يمنعش قدر يا دكتور. غريب انه كان مندفع في حبه ليها بشكل غير طبيعي. ما هو قله الخبره بتضيع البشر. قله الخبره اللي فهمته منه ومنكم انه ما كانش عنده اي تجارب عاطفيه قبل ما يقابل هيام. كانت انسانه نواياها سيئه، ما عندهاش ضمير. ده مين اللي هتكلم دلوقتي؟ الو. اهلا يا كن. والله انت ابن حلال يا ابني. بقول لك ايه، الدكتور هنا كان بيكشف على ضياء. وكتب له على دواء، هبعت لك روشته عشان تجيب الدواء معاك وانت جاي. يا خبر، كل ده حصل لعمو ضياء؟ طيب طيب حضرتك بس ما تقلقش. لا حاضر حاضر، هتصرف واجيبه معايا. لا حالا يعني قبل ما تنام هكون عندكم. مع السلامه. سوري حضرتك كنت قلت لي عايز ايه بالظبط؟ ادخل. سيادتك في واحده ست صحفيه عايز تقابل سيادتك. خليها تتفضل. مكتب اتفضل. اهلا.
والناقدة المعروفة كمان. حضرتك بتقرا لي؟ أنا كل كتابات حضرتك أنا مواظف على قراءتها أول بأول. نعم؟ أصل أنت لو دققت النظر فيها شوية مش هتندهشي كده.